دكتور عمرو، زي ما انا كنت بقول، تصورنا انه ما يحدث على الاراضي الفلسطينيه من مذابح وشنائع قد يخلق يعني هدوءا ولو نسبيا على الجبهه الروسيه الاوكرانيه، لكن بعد الهجوم الاخير والقرارات الاخيره وايضا خطاب الرئيس فلاديمير بوتين فواضح انه الازمه تشتعل من جديد. اولا الهدوء على الجبهه الاوكرانيه الروسيه لم يحدث، ولكن تم نسيانه لبعض الوقت، كما هو الحال عندما تظهر مشكلة ساخنة أو قضية ساخنة يتم نسيان ما قبلها والتركيز في هذه القضية أو هذه المشكلة، وهذا ما حدث فيما يخص أزمة قطاع غزة والمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ما يحدث وما يستمر في الحدوث فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية. الأزمة الروسية الأوكرانية من المهم جدا التأكيد مرة أخرى على أنها ليست أزمة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هي مسرح من ضمن مسارح الصراع الروسي الغربي الكبير. هذا الصراع نرى في أماكن كثيرة جدا في العالم، حتى منها منطقة الشرق الأوسط، منها سوريا، منها ليبيا، منها في أفريقيا، أيضا منها في القطب الشمالي وما يحدث الآن في القطب الشمالي، منها ما يحدث على الجبهة مع اليابان، في آسيا الوسطى، في القوقاز، وطبعا فيما يخص أوكرانيا. وأوكرانيا هي الخطر الأقرب على الاتحاد الروسي، لذلك روسيا بدأت العملية العسكرية الخاصة بها منذ عامين إلا شهرين بالضبط. صحيح. من أجل أن يتم درء هذه الأخطار والتي اقتربت جدا من الداخل الروسي، ولذلك فلاديمير بوتين اليوم قال أن روسيا لن تتراجع، وهي بالفعل لا تستطيع التراجع، لأن التراجع هو يعني هزيمة لها. والشعب الروسي الذي يعني تعايش مع العملية العسكرية وتعايش مع العقوبات الغير مسبوقة الغربية على الاقتصاد الروسي والرياضة الروسية والثقافة الروسية والسياسة الروسية، كل هذه الضغوط تعايش مع الشعب الروسي من أجل أمر واحد، وهو السير إلى الأمام وضرب أي أخطار يمكن أن تصيب الداخل الروسي أو تصيب الأمن القومي الروسي. العمليات العسكرية هي بالفعل كانت مستمرة بشكل طبيعي جدا، بل على العكس كان هناك يعني عمليات يعني مكاسب على الأرض للقوات الروسية، لذلك رأينا اليوم ورأينا منذ أيام نشاط للجانب من الجانب الأوكراني من أجل إثبات للغرب أن أوكرانيا ما زالت يعني عندها القدرة أن تودع روسيا في الداخل. لذلك رأينا هجوم اليوم على مدينة بلغراد، وهذا الهجوم هو يمكن أن نراه في مدن حدودية أخرى، لأن أوكرانيا كما قلت وكما الجميع يعرف وليس رأيي أنا فقط، أن أوكرانيا تريد إثبات للغرب أنها تستطيع أن توجع روسيا من الداخل، وهذه نقطة مهمة جدا يعمل عليها فلاديمير زيلينسكي من أجل الحصول على الكثير والمزيد من الدعم العسكري الغربي، الدعم المادي الغربي، الدعم الدبلوماسي الغربي. وهذا أمر يريد بالفعل إثبات، خصوصا وأن في الداخل الأوكراني أصبحت هناك ما يعني معلومات كثيرة تقول أن هناك يعني خلافات قوية داخل النخبة الأوكرانية من أو هذا خلاف على يعني جدوى استمرار هذه الحرب وإمكانية بدء مفاوضات حقيقية مع روسيا، والتي ترحب بها روسيا دائما. دائما هناك القادة السياسيين الروس والدبلوماسية الروسية تقول دائما أنهم مرحبون ويرحبون بأي مفاوضات جادة حول هذا الأمر،